فالصلاة كلها دعاء، والصلاة عماد الدين، وبيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فإذا كان الدعاء عماد الدين فإن أهم خصيصة للعبد أن يجتهد في دعاء ربه، أي في عبادة ربه. ومن لم يدع ربه يسخط عليه، من لم يدع ربه يسخط عليه، لأن الإنسان بالدعاء يستخرج عبوديته لله. الإنسان لما بيدعي ربنا سبحانه وتعالى ينكسر وينذل، والله سبحانه وتعالى يحب أن يستخرج عبوديته من الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب أن العبد يكون منكسر له، ذليل له. فلما تكون ذليل الله منكسر لمولاك فهذا أقرب أن يستجاب لك وأن يفتح لك الباب. ثم إن العبد في دعائه ينبغي ألا يمل، بل ينبغي له أن يلح، فإن الله سبحانه يحب العبد الملحاح. ألح في الدعاء، اجتهد في الدعاء، فإن الله تعالى ليس مقامه كمقام غيره. فإن الناس إذا ألححت عليه في شيء انصرف عنك، أما الله إذا ألححت عليه أقبل عليك. سبحان الله، تلح على ربنا، ربنا يقبل عليك ويعطيك. أما العبد تلح عليه يعرض عنك، يقول لك ده أغرف، تقول أول ما يشوفك يفر، لأن العبد بخيل، والعبد قتور، والعبد مهما أوتي من ملك ومن رزق فرزقه محدود وملكه معدود. أما الغني الذي ليس لملكه ولا غناه حدود فهو الملك سبحانه. وقال ربكم ادعوني ادعوني، يا ربنا عز وجل يرشدنا إلى الباب الذي إذا طرقناه فتحت لنا الأرزاق، ويسرت لنا السبل، ومهدت لنا الطرق. ما هو ذلك السبيل يا رب؟ ادعوني. إذن الدعاء إذا كان هو السؤال، فإن السؤال خصيصة من خصائص العبادة، ويطلق على الدعاء العبادة، فالدعاء هو العبادة.